24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. واجدوا حاليا في شاطئ بلايا بالضبط حدا ماكدونالد من أجل عملية تبرع بالدم لمدة 4 أيام من 7 د العشية ل 12 د الليل. كان نشدوا الساكنة بمدينة طنجة يحجوا بكثافة من أجل إنقاذ الأرواح، فمن أحياها كما أحيا الناس جميعا. كان طلبوا منكم تجيو في هذه المناسبة. كان شكروا الوالي ديال مدينة طنجة اللي عطانا الترخيص باش نعملوها في هذا المكان هذا اللي هو تبارك الله كما كتشوفوا الدنيا عمرت الساعة الأولى. وكنشكروا السلطات المحليه وجامعه ديال طنجه اللي تعاونوا معنا. حنا اليوم في اول ايام الحمله ديال التبرع بالدم اللي غادي تدوم 4 ايام، اللي نظمتها جمعيه باقي الخير مع بشراكه مع المركز الجهوي لتحقن الدم بطنجه. هذه اول مره كنظن بان حمله شاطئيه كتقام في مدينه طنجه. الفكره جات صراحه ملي درنا اخر حمله ديالنا وقالوا لنا الناس بان في فصل الصيف كيكون خصاص كبير في الدم مع العطله الصيفيه وربما الحوادث السير، وكاين ناس بزاف مرض الله يشافي الجميع. قلنا لما لا نديروا حمله شاطئيه لمده 4 ايام نجمعوا بها اكبر عدد ممكن من الدم لانقاذ الارواح. راه كتعرفوا فمن احياها فكانما احيا الناس جميعا. فكره هي الانسان خصو ينقد خوه الى شي واحد كاين شي كسيده او شي مرض او شي، هذا الانسان خصو يحس بخوه. الا كان عطيه الله القوه ومزيان خصو يحس بخوه المسلم. هذا الشيء راه المسلم هو اللي يحس بخوه المسلم. هانيه ما كاين حتى شي حاجه الحمد لله. واش واحد الرابعه في 6 يطرو ولا 5 يطرو اش غدير الرابعه؟ وكتولي راه كتولي ما كان وهادشي راه بالنسبه للانسان راه مزيان الدم يعاود يولي يرجع يتجدد راه مزيان. هادشي راه مزيان الانسان خصو يتبرع.